كان الهدف الأساسي إنه إحنا نخلق بيئة عمل للسيدات خاصة رائدات الأعمال، على أساس كمان نساعد المرأة الانتقال من العمل من المنزل وبيئة غير احترافية إلى العمل في مكتب وبيئة أكثر احترافية عشان تقابل حتى العملاء ويحترموها. طبعاً في البداية كانت الفكرة كانت لسه جديدة على السعودية، خاصة لوسط النساء، إنه يعني كيف أنا أتشارك مع مكتب مع يعني سيدة ثانية في مجال آخر. بعدين بالعكس تقبلوا الفكرة إنه وجدوا إنه إحنا نوفر زبائن لهذه السيدة تنتقل لزبائن أخرى، يعني صار في ريكومنديشن، صار في ريفيرلز. الشيء الثاني من التحديات كانت هي العقار. عندنا سوق العقاري في السعودية شوي متذبذب، المباني ما كانت جاهزة، كثير منها عظم، انت تاخذيها تجهزيها. غير كذا مشكله التراخيص، تراخيص البلديه، تراخيص بعض الجهات الحكوميه. مؤخرا اصدروا ترخيص بزنس هاب او اللي هي المساحات المشتركه. هو شوفي الدحين مثلا هيئه سوق المال they're encouraging women، الجهات الحكوميه they're trying to encourage women، لكن yes we need more. يعني مثلا اقسام النسائيه في الجهات الحكوميه تحتاج more empowerment. يعني في SheWorks واحدة من الأشياء نوفرها هو الدعم لغيرنا، السيدة تحتاج سيدة عشان تدعمها. طبعاً إحنا we're working كمان بس السيدات في العمل، maybe this is wrong sometimes، بس ناخدها على صعيد شخصي، يعني خلاص بنصير زي الأخوات، زي الصحبات، نتغدى سوا، على قولتهم بيننا أكثر من عيش وملح، ونبغى كل البزنسز مع بعض نساعد بعض نوقف. يعني أنا مثلاً ما لي دخل بالبنات اللي مستأجرين عندي، لكن أنا ما أعتبرهم مستأجرات، أعتبرهم شركاء نجاح.